الجو في قلق كم واحد اتزنق. يلا بينا، عايزك تاخد وضع رائد الفضاء كده ماشي عشان الساعة الحرارية. وقف بقى، حط ايدك في وسطك، الايد دي حطها في وسطك ماشي، خليك واقف كده بقى ماشي، خلينا نشوف ردود فعل الناس حواليك هتبقى عاملة ازاي. يلا عشان الساعة الحرارية بتبوظ مننا. ايوه شوف بقى كده، اي حد مركز معاك؟ مفيش حد مركز معاك خالص يا يوسف. ماشي، قول للراجل اللي وراك ده، قول له لو سمحت يا كابتن، لو سمحت يا كابتن، لو سمحت يا كابتن، ممكن فضلك ممكن تيجي لو سمحت؟ ممكن. كله حلو، كله حلو، كله حلو، كله حلو. لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت. انا من فضلك، انا واقع من كوكب، عايز 5 جنيه ارجع الكوكب. 5 جنيه بس، 5 جنيه ارجع الكوكب، ارجع كوكب. كله حلو، كله حلو، كله حلو، كله حلو، كله حلو، كله حلو. بس بس استنى حبيبي، ها 5 جنيه خدها منه، خدها منه. شكرا شكرا. حطها في الخوذه بقى، حطها في الخوذه. شكرا. انت هنا في ارض ايه؟ قول ايه ده؟ انت في ارض، في الارض اللي... شوف الكوكب. انا فين كده؟ قول له انا فين كده؟ دي فني. اتكلم، قول له لو سمحت انا فين كده؟ ما مش كوكب الارض ده؟ ده كوكب الارض. انا بكلم مركز القياده، اكلم مركز القياده. شكرا شكرا حبيبي، حبيبي كله حلو. برافو عليك، كله حلو، كله حلو، كله حلو. بليز بليز بليز، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت. ام اس اي، ام اس اي، ام اس اي، فيجا ال ام، ال ام اي. كابتن 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 كابتن، تعرف محمود عوض؟ هات واحد وراك اهو، اهو اهو، قول له لو سمحت، اهو جنبك، جنبك الناحيه الثانيه. لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت. تعالى يا حبيبي، انا جاي من كوكب ثاني. لو سمحت، 5 جنيه من فضلك، 5 جنيه، 5 جنيه ارجع ثاني حبيبي. لو سمحت، في واحد، لو سمحت، لو سمحت، 5 جنيه، 5 جنيه. اي اي، وراك وراك، لو سمحت، لو سمحت، 5 جنيه اروح بيها بس. انا جاي من كوكب ثاني، وقعت من سفينه الفضاء. غني فجأة بقى، رفضك يا زماني، يا زماني، أنا عايز أعيش، أنا عايز أعيش تاني. كله حلو، كله حلو، كله حلو، كله حلو، كله حلو. هات 5 جنيه، 5 جنيه، 5 جنيه روح بيها. هتروح فين؟ مجنون بس محتاج. انا هتروح الكوكب بتاعك. 5 جنيه، برافو، انت متقمص الدور جدا، برافو. خلاص، شكرا 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 شكرا. كله حلو، طيب، كله حلو، كله حلو، كله حلو، كله حلو. ما كله ما بيصدق يقف قدام الكاميرا بقى. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا. اللي بعد، انت خلي بالك، اللي بدلة الفضاء خليتك تلسع جامد. البنت دي، البنت دي، قول لها لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت. ممكن، ممكن. هو احنا في انهي كوكب دلوقتي؟ كوكب ايه؟ انت مجنون؟ احنا في انهي كوكب دلوقتي؟ انت بتعمل كده ليه؟ احنا احنا في كوكب الشر. الشر بايه و ضرب ايه؟ تعالى كده بس، بص بص. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ يعني ده مش كوكب الشرق؟ الشرق؟ انت مجنون؟ الشرق؟ انت مجنون؟ انا مجنون؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت جاي منين؟ ولا كوكب زمرد؟ انت جاي من انهي كوكب؟ اصل انا زميلكم في ضرب الدبانه. الدبانه؟ ضرب الدبانه. انت دماغك تعبانه. ما معكيش 5 جنيه روح بيها. كله حلو، كله حلو، انت اللي حلو، كله حلو، كله حلو. بكلم مركز القياده بس، بكلم مركز القياده، مركز القياده، مركز كده معايا. احول انا في كوكب الارض. محدش ايوه ايوه، يلا حلوه قوي. ايوه، اعمل بقى حركات فقدان الجاذبيه، فقدان الجاذبيه، فقدان الجاذبيه. ايوه ايوه ايوه، مقلب مقلب مقلب. حلوه دي، حلوه. 5 جنيه روح بيها، 5 جنيه روح بيها، 5 جنيه. عايز الفلوس ليه؟ اروح بيها. طيب، ما السفينه هي عشان نركب مع بعض ونروح. السفينه هنا؟ تيجي مع زينهم حبيبي. ايوه، ادوك فين؟ لا، ما تروحش معاهم، ما تروحش معاهم. هنجيب لك كل بطاطا من هناك، هاكلها لك زينهم ان شاء الله. بس بلاش الحته المحروقه. ماشي، بلاش الحته المحروقه. ايه ايه، لو سمحت يا كابتن، لو سمحت. وديك فين؟ وديني فين؟ اكلم مركز كامل من فضلك. تعالى خليك يا طنط اسراء. قول كلمه السر يا طنط اسراء، انا جاي من الفضاء. يا طنط اسراء، انا بقى مع زينهم، انا جاي من الفضاء. يلا حنفل، يلا طنط اسراء، انا جاي من الفضاء. ثانيه 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 واحده، اجيب لك حاضر كل انت عايز. ايه يا جماعه، في ايه؟ احنا بنعمل مقلب اصلا. انا زينهم حبيبك يا حنفي. انا فهمت، فهمت. في ايه يا باشا؟ احنا بنصور مقلب، وفي كاميرات مستخبيه في الحته دي بتصور مقلب. ايه المشكله؟ انا الدكتور بسام رزق. اهلا وسهلا. دكتور بسام اللي في باب اللوق. ايوه، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ تذكر طبعا. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك. ده مريض عنده اضطراب نفسي، كان هربان من المصحه. اكيد اكيد. لا انا الصبح مقابله وهو بيصور معانا ولابس البدله دي، احنا اللي ملبسينها له، واقف بيهزر مع الناس. انا اسف، انا اسف، انا هقطعك. اتفضل. دي صورته وده رقم تليفون. شبه. لا لا لا،
هو حنفي. هو حنفي. ده انا. يلا يا حبيبي. بس عشان انزلوا حبيبي. لا طبعا. شابه او في حاجة غلط او كده. فهمه استاذ خالد. حتى لو في غلط نعرفه في المستشفى. طيب. لازم حد من قرايبه يجي يستلم. طب ما هو حضرتك اكيد كويس يعني هو اكيد كويس اكيد هو ما عندوش حاجه يعني هو يا فندم ممكن يكون في تشابه اسماء او تشابه صور يعني اكيد مش حقيقي هو في حاله خطر جدا هو ممكن في اي وقت ينط من البلكونه ينط من السطح حضرتك تتحمل وعنده فقدان جاذبيه تتحمل مسؤوليته انا ما اتحملش مسؤوليه يا فندم انت بتقول ايه انت وهو ايه في فقدان جاذبيه في مشكله كده مستأذن حضرتك لا ثانيه واحده بس ثانيه واحده بس لو ممكن نتاكد من وعيه يعني حضرتك معاك حاجه تكشف عليها يعني تتصرف اتفضل حضرتك حضرتك بالراحه بس عشان نريحهم اليومين اللي فاتوا كنت فين يمكن انت اللي هربان نعم وممكن تكون انت اللي هربت من المستشفى نعم يا اخويا بالراحه بس بالراحه تمام بتعمل واقف من بدري انت هنا استنى بالراحه بالراحه استنى بالراحه بس حضرتك حضرتك تعرفه استنى واقف هنا من بدري وقاعد تقول انا فضائي ومش فضائي شفت يعني احنا بنعمل نمره انا والاستاذ خالد ساكن هنا في المنطقه يعني ايوه انا ساكن هنا واقف هنا من بدري وقاعد تقول انا فضائي وبشتغلنا طب ايه يعني تعاد من الصبح يعني مش مستنيش يعني بيقولوا ان هو مجنون بيقولوا ان هو مجنون هربان من المستشفى المجانين ده الدكتور بسام وده الممرض المفروض يوديه المستشفى فلو كده حضرتك شوف حد يعني شديد في المنطقه ياخده يوديه حد يا استاذ خالد انت ايه انت صدقت الموضوع لا استنى استنى حبيبي تعالى مع زينو من امبارح زينو حبيبك اوعى بس استنى زينو حبيبك يلا بالراحه انا كده عملت اللي عليا معلش هو كان باص المريخ بيعدي من هنا بياخد يلا بس يلا يا حنف تعالى مع زينو حبيبك يلا بقى يلا خلاص زينو حبيب خد خلاص احنا بنهزر معاك مفيش اي حاجه واحنا بنهزر معاك والله العظيم وانت كمان بتهزر معايا انا قابلته في الشارع هو ساكن في المنطقه فعلا وانا اتفقت معاه وظبطت معاه الموضوع يا سلام مو منا مفيش مو منا ولا مو منا دي مين يعني اختبار وعي كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك وانت نورتنا ربنا يخليك بشكرك جدا جدا على بجد والله بشكرك حبيبي بجد والله اللي انا ضفته النهارده حبايبي يا حبايبي ده لا يا عم عايزك كامل بقى راس الفضاء كله حال يلا كل سنه وانت طيب